بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم حول صوت انطلق من داخل كيان الاحتلال يحذر بأن الكيان الصهيوني أمام خطر وجودي. يوازن شفيط بين اليسار واليمين الصهيوني ويحمل كليهما نتيجة ما آلت إليه الأوضاع، لأنهما تصرفا بعدم مسؤولية، فاليسار قاد عملية سلمية فاشلة انتهت بكارثة على حد قوله، كما أنه دفع بثورة دستورية محط خلاف ولاحق بنيامين نتنياهو في وقت يسخر فيه قادة الكيان وقباطنته من تصريحات الرافضين لوجود هذا الكيان ورهان الأمة العربية والإسلامية، وخصوصا تيار المقاومة ومن يقف خلفهم، رهانهم على أزمة الحكم التي يمر بها الكيان، ويحاولون التقليل من تداعيات هذه الأزمة على وجود ومستقبل هذه الدولة اليهودية. خرج أحد أبرز الكتاب والمحللين الاستراتيجيين الصهاينة الصحفي آري شفيط بنداء من خلال كتاب تحت عنوان إنقاذ إسرائيل، مدفوعا كما قال بإحساس يتشارك فيه مع ملايين الصهاينة بأن شيئا رهيبا يحدث ويهدد وجود الكيان الصهيوني، دون أن ينسى الإشارة إلى أن خراب الدولة اليهودية الأولى والدولة اليهودية الثانية، كما يقول الهيكل الأول والهيكل الثاني، كان نتيجة أزمات داخلية أيضا. ولأن شفيط ليس واحدا من ملايين فقط، فهو يقدم محاولة لفهم الأزمة الصهيونية الداخلية كشرط للتعاطي، كما يقول، مع الكسر الذي وقع والذهاب إلى المصالحة والتوحد وإعادة توحيد العهد المشترك بين الصهاينة في محاولة فاشلة لبناء سلام داخلي، وهو ما يتطلب برأيه من صهاينة عام 2023 إعادة بناء الدولة التي بناها صهاينة عام 1948. الكتاب يقسم دولة الكيان الصهيوني زمنياً إلى ثلاث جمهوريات، وهو يرى أن الجمهورية الإسرائيلية الشابة فعلت في الخمسينات ما لم تفعله أمة أخرى، حيث استوعبت أعدادا إضافية من السكان أكبر من العدد القائم، وأنها بعد بضع سنوات من أوشفيتس أقامت دولة اليهود في ظروف مستحيلة، وهي خلال عقدين من الزمن انتصرت فيه كما يقول في ثلاث حروب، وأقامت مئات القرى وعشرات المدن في داخل فلسطين المحتلة، وأقامت أيضا المستشفيات وأنشأت خمس جامعات، كما أنها عززت أمنها بواسطة الجيش والصناعات العسكرية الصهيونية والمفاعل النووي في ديمونا، ورسخت ديمقراطيتها من خلال انتخابات نزيهة وقضاء مستقل وصحافة حرة ومجتمع مدني حيوي، كذلك بنت قوة اقتصادية من خلال التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة المتطورة والزراعة الحديثة، كما بنت قوة اجتماعية بواسطة مؤسسات التكافل الاجتماعي
مثل التأمين الوطني وصناديق المرضى، وهكذا تحولت دولة الكيان الصهيوني خلال جيل واحد من دولة متداعية وفقيرة إلى دولة حديثة مستقرة وتعج بالحياة. لكن شفيط لا يكتفي بإغداق المديح على ما يسميها بالجمهورية الأولى، فهو ينتقد كون إسرائيل الشابة كانت مركزية زيادة عن الحد، متجبرة زيادة عن الحد، وعلمانية اشتراكية زيادة عن الحد، وأنها لم تحترم الأفراد ولا الأقليات ولا التقاليد ولا حقوق الإنسان بما فيه الكفاية، وقد ارتكبت أخطاء كبيرة في تعاملها مع المهاجرين الجدد الشرقيين الذين وصلوا في موجة الهجرة الأولى وأسكنوا في المعبروت، وهي المؤسسات التي أو المعسكرات التي يتم استيعاب المهاجرين الصهاينة إلى فلسطين المحتلة أول ما تصل أقدامهم إلى فلسطين، كما أنها بوصفها أوروبية إشكنازية كما يقول لم تبدي تفهما تجاه قيم وموروث الشرقيين والمتدينين التقليديين، أي أنها لم تبدي تفهما تجاه احتياجاتي وأحاسيسي وضائقة نصف سكانها. إسرائيل الأولى بقيادة حركة العمل قوضت صلاحية الأغلبية ومكانة الأب ومناعة الجالية، ولم تكافح مظاهر العنصرية البشعة والتمييز والإقصاء، كما أن الكسر الذي تعاني منه اليوم ينبع من أن العقدين الأولين لقيام دولة الكيان الصهيوني جرت تسببا بظلم ومعاناة لمئات الآلاف من السكان الذين تحولت لديهم عملية القدوم أو الهجرة الدينية إلى أرض الميعاد كما يقولون إلى صيرورة محبطة من الانكسار والألم والغضب. في عام 1977 انفجر هذا الغضب وأحدث الانقلاب، صعود الليكود بزعامة بيغن للحكم لتبدأ مرحلة إسرائيل الثانية، وخلال فترة قصيرة تحولت إسرائيل إلى يهودية أكثر وإلى تقليدية أكثر وإلى شرقية أكثر، وقد قام الحكم الجديد بحق برأي شفيط بدمج إسرائيل الثانية بشكل كامل بكل مؤسسات الدولة، وهو ما يعتبر بمثابة فتح الباب لإسرائيل الدينية القومية ولإسرائيل الحريدية. ولكن بعد 45 عاما من الانقلاب واصلت إسرائيل وفق تشخيص شفيط الحفاظ على توازن هرتزل القائم في أساسها في عهد مناحيم بيغن ويتسحاق شامير وأرييل شارون وبنيامين نتنياهو، حيث حرص الليكود على أن تكون إسرائيل قومية وليبرالية في ذات الوقت، فتم الحفاظ على مكانة المؤسسات الرسمية متمثلة بجهاز خدمات الدولة الشرطة والجيش، إلى جانب الاحتفاظ باستقلالية جهاز القضاء والمحكمة العليا ومؤسسات التعليم العالي والصحافة والإعلام. كذلك تم توسيع الحفاظ على حقوق الإنسان كما يقول وحقوق المواطن والأقلية، ولم تجري برأي شفيط أي محاولة لتحويل دولة اليهود إلى دولة شريعة قومجية، كما لم يتعرض المجتمع الحر والمجتمع المدني لأي هجوم في وقت ازدادت إسرائيل عظمة، حيث كانت دولة منفتحة
حيوية مزدهرة ومتعددة الأوجه أيضا، كما يقول شفيط: لا يبخل بالنقد أيضا على جمهورية إسرائيل الثانية التي قادها الليكود منذ عام 1977، وهو يشير إلى ارتكابها العديد من الأخطاء الصعبة، حيث كرست وضعا لا توجد فيه حدود مع شعب آخر، ولا يوجد حيز محدود فيه أغلبية يهودية ساحقة، وبذلك تدهورت دولة الكيان الصهيوني إلى واقع دولة ثنائية القومية، من شأن اليهود أن يتحولوا فيها إلى أقلية، كما أن إسرائيل الثانية لم تتعامل مع حقيقة أن الدولة الصهيونية ضعفت، وأن المجتمع الصهيوني تفكك إلى أصباط. كذلك لم يتم دمج الأقلية العربية كما يقول، والأقلية الحريدية بشكل كامل في حياة الإسرائيليين الصهاينة كما يقول، إلى جانب ازدياد التوتر بين الإشكناز والشرقيين والمتدينين والعلمانيين واليمين واليسار، ناهيك عن ضعف القيادة في الدولة وتلوث السياسة واضمحلال الرسمية وتآكل الحلم الصهيوني دون استبداله بآخر. في المحصلة يوازن شفيط بين اليمين واليسار الصهيوني، ويحمل كليهما نتيجة ما آلت إليه الأوضاع، لأنهما تصرفا بعدم مسؤولية، فاليسار قاد عملية سلمية فاشلة انتهت بكارثة على حد قوله، كما أنه دفع بثورة دستورية محط خلاف، ولاحق بنيامين نتنياهو واليمين من جهته لم يقدم إجابة على كارثة الدولة الواحدة، وعزز الانقسام الداخلي واستسلم لطقوس تعظيم شخصية نتنياهو. ولكن ما حدث في تشرين الثاني نوفمبر 2022 وهو برأي شفيط بمثابة انفجار سياسي، خلق وضعا جديدا ودمر مبدأ التوازن الصهيوني وفجر معادلة النجاح الصهيونية، وللمرة الأولى منذ تأسيس الحركة الصهيونية كما يقول صوت 11% من الناخبين لصالح اليمين المتطرف، ولأول مرة منذ قيام الدولة يكون نصف منتخبي الائتلاف الحكومي من الحريدين والقوميين، وللمرة الأولى منذ انقلاب 77 لا يكون الحزب الحاكم حزبا ليبراليا معتدلا كما يقول. شفيط يرى أن ما حدث من هزيمة للمعتدلين الصهاينة على حد قوله وانتصار للمتطرفين هو بمثابة هزة أرضية مفاهيمية اجتماعية وسياسية ضربت دولة الاحتلال الصهيوني وغيرت وجهها، وهي تهدد بتغيير هويتها، حيث سيطرت ثلاث مجموعات من المتزمتين على الكنيسة الصهيوني وعلى الحكومة الصهيونية. المجموعة الأولى هي الحريديم الذين يطمحون إلى تطبيق حلم أرض إسرائيل الكاملة بشكل فوري وكامل. أما المجموعة الثانية وهي الحريديم الذين يطمحون بأن تكون للأوتونوميا الحريدية حقوق أكثر وواجبات أقل، والمجموعة الثالثة هي المتزمتة من اليمين الصهيوني الراديكالي الذي يريد تحويل إسرائيل إلى دولة غير ليبرالية يستطيع أن يفعل بها ما يحلو له. أما المشترك للمجموعات الثلاث برأي شفيط فهو تحويل دولة الاحتلال الصهيوني من دولة يهودية ديمقراطية إلى دولة يهودية، بمعنى تقليص الهوية الديمقراطية للدولة
وإجهاض الهوية القومية المتنورة وتحويل الدولة الصهيونية إلى دولة شريعة قومجية. وهو يشير في هذا السياق إلى أن الهيكل الأول والهيكل الثاني قال كانا قد خربا أيضا بسبب التزمت، لأن المتزمتين على قناعة بأنهم وحدهم من يسمعون كلام الله، وأنهم وحدهم من يملكون الحقيقة، وهم غير مستعدين للحوار ولا للمساومة، ومصممون على فرض وجهة نظرهم على الآخرين، وهم منغلقون على أنفسهم ولا يرون ما يجري خارجها. ما يعنيه التوجه القائم على القوة للمؤسسة الحريدية الحردلية، وما يحذر منه شافيط واضح كما يقول، وهو إلغاء التعددية واضطهاد اليهودية غير الأرثوذكسية، وإبعاد ملايين اليهود عن اليهودية، وخلق حالة من الاغتراب بين الجيل الشاب من اليهود وبين الدولة اليهودية، وقطع يهود العالم عن يهود الكيان الصهيوني. انفجار 2022 خلق برأيه وضعا إسرائيليا جديدا وغير مسبوق، وأطلق قوة تدميرية، ومنح أقليات متزمتة القدرة على إحداث ثورة معادية لليهودية وللصهيونية وللإسرائيلية وللديمقراطية، وهي تدير ظهرها للأغلبية الصهيونية وللمصلحة القومية الصهيونية. وبغية لجم هذه القوى يقترح شفيط إقامة تحالف صهيوني بين الصهيونية الليبرالية والصهيونية القومية التقليدية والصهيونية الدينية المعتدلة، وتيسير هذا التحالف ربما يتطلب تحرير الدولة من عبء محاكمة نتنياهو، إما بصفقة ادعاء أو بعفو رئاسي. هذا الكاتب الذي يعتبر في نظر الكثيرين نبي غضب بين قوسين، صدقت نبوءته في الكثير من المحطات، يحذر من خطر وجودي داهم على الدولة اليهودية لم تصادف شبيها له منذ 75 عاما، خطر يتعزز بوجود التهديد الخارجي المتمثل بالخطر الإيراني والخطر الفلسطيني المتوقع بانهيار السلطة الفلسطينية وتجدد المقاومة في الضفة الغربية واحتمال انزلاقها إلى الجليل والمثلث والنقب. نتحدث عن زلزال نوفمبر 2022، وهو العام الذي حدده الشيخ بسام جرار لبدء زوال الكيان الصهيوني. هذا الكاتب الصهيوني دون أن يقصد تطابق رؤيته وإدراكه ما ذهب إليه الشيخ بسام جرار بأن الزوال سيبدأ من العام 2022، وها هو يبدأ ونحن اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، وعيدنا القادم بإذن الله عز وجل سيكون في بيت المقدس وفي رحاب المسجد الأقصى المبارك، مهللين مكبرين منتصرين بعودة المسجد الأقصى المبارك حرا عزيزا أبيا، وعودة الشعب الفلسطيني كله بإذن الله عز وجل إلى فلسطين المحررة، ويمارس حقه في تقرير مصيره على كامل التراب الوطني الفلسطيني. ترونه بعيدا ونراه قريبا، وإن غدا لناظره قريب بإذن الله عز وجل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.